السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہمارا جو ہے نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا تھا اب ہم آپ کو پانچ سورتیں حفظ یاد کرائیں گے حفظ سورہ جسے کہتے ہیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين